بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنواصل في هذه الحلقة ما قد بدأنا في حلقة على ما أظن رقم 7. تكلمنا عن البيسك دايل بلان فونكشنز، واللي يعني تطرقنا إلى الدايل فونكشنز اللي نعرفها الآن، و الانسر اللي تقوم ب يعني بيك اب للكول، بلاي باك تقوم بعمل بلاي لصوت ما، باك جراوند تقوم بعمل بلاي لصوت ما زائد انها تنتظر اي ادخال، وقلنا بانها تملك 2 من سبيشال اكستنشن اسمها اي و invalid for invalid و t for timeout. ما أظن t. أوكي. أنا مش فاكر كويس. say number قلنا بتقوم ب يعني to speak يعني out loud، أو say digit بتقوم ب speak لي digit by digit 1 2 3. say number يعني بتقوم بغلط 123. wait extend تقوم بعمل wait، وتوجد ايضا اخرى اسمها wait يعني directly wait تقوم بعمل wait. هذه يعني البيزيك داي بلان. سنتكلم يعني في هذه العجالة عن سنتكلم في هذه العجالة عن الاكسبريشنز. ما هي الاكسبريشنز؟ اوكي. هذه يعني ليست نظري، بنعمل شوية يعني directly عملي ونشرح في نفس الوقت. extensions.confile. اوكي. ممكن يعني كما قلنا بانه execution تاع الكود يبدا من الفوق، يعني ممكن نكتب الكود هنا او هنا او هنا او هنا، يعني وين ما بدك. نحن نكتب هنا، لا يهم. هنا تعني كاننا كتبنا في الاخير، بما انه سيعمل include 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 كانها في الاخير، بس لا يهم. نعمل extend اي رقم، مثلا انا كنت اجرب 300 علشان نجرب فقط. 1 بربوس او اي شيء سيم. اوكي. يانك هنا نعمل انسر للكول. اوكي. مين فيكم فاكر كيف نعمل كرييشن لفاريبلز؟ قلنا بان يعني في 3 تايبس اوف فاريبلز، يعني ان asterisk في جلوبال فاريبل نقوم بكرييشن لكونتكست اسمه جلوبال، نقوم بعمل كرييشن للفاريبلز، وفي variables يعني local أو يسمى channel variables نقوم بعمل creation إليها يعني داخل channel، وقلنا عن طريق الكوموند يعني الفونكشن set، وقلنا الفرق بينهم أن هذه ستكون يعني ready to use، أما هذه لن تكون يعني ready حتى نقوم بالاتصال بهذا الرقم، لأنه يبدأ في الاكسكيوشن بتاع الكود، ولما يعني يصل الى هذه الفونكشن يقوم بعمل كرييشن لهذه الفاريبل. هذا يعني فرق. نحن ممكن نستعمل هذه او نستعمل جلوبال، يعني نفس الشيء. فيعني احنا تو بي يعني مور بروفيشنال بنستعمل الشانل فاريبل علشان يعني يقوم بكرييشن اليها لما فقط نحتاجها. قلنا علشان نعمل كرييشن لفاريبل نقوم بادخال اي اسم، يعني كما في المثال اسمها count يعني capital letter يعني او small letters. اوكي. لا يهم، نحن نعملها فقط capital علشان يعني ممكن يعني يسبوت يعني any variables في الكود تاعك بما انهم capital. count نعطيها تساوي مثلا تساوي 10 مثلا، تساوي 10. اوكي. لا تساوي 5، تساوي 5.
اوكي علشان يعني اضمن انكم يعني هانج اب. اوكي سيم. اوكي سي نمبر، وقلنا علشان اي قيمة لفاريبل علشان نحصل على القيمة وليس اسم بنضعها ما بين تو براكتس وزائد دولار ساين. اوكي نجرب، اوكي نجرب نتصل برقم 300. اوكي انا ما سمعت يعني جيدا. 5 هو قال 5 يعني count تساوي 5. هنا يعني مجرد يعني مراجعة خفيفة عن كيفية create لي ال variables. اوكي الان لو بدك مثلا هنا ال variables كم تساوي، هنا 5، انا بدي اعمل عملية حسابية مثلا بقول له لما بعد ما تقول say number اضف 1 الى هذه الفاريبل، يعني في يعني simple language يعني count في اي لغة برمجة زائد 1، بسيطة جدا، بس فقط يعني السينتاكس هنا مختلف. set نفس الشيء، بنقول له اوكي علشان ما اخربطكم بنعمل creation لنيو variable بنسموها new count، هذه variable جديدة تساوي، شو تساوي ال variable؟ تساوي هذه ال variable قيمة count اللي هي 5 هكذا زائد 1 هاهنا، بس هي مو راح تعمل علشان يعني السنتكس فقط مختلف. في أستريكس يقول لك علشان تعمل أي يعني عملية أو هو يسميهم expressions لازم تكون هكذا دولار ساين ما بين تو سكوير براكتس هكذا هنا، وبعدين تقوم بإضافة هذا الكود داخله. هذه فقط يعني السنتكس يعني دولار ساين between تو سكوير براكتس يعني بسيطة فقط يعني علشان يعني شكلها فقط ممكن يبدو مخيف كذا. That's it، مجرد syntax. اوكي نعمل paste. اوكي نقوم ب say number عشان نتأكد فقط، يعني نعطيه نقول له قيمة new count variable كم تساوي. اوكي reload فقط ونقوم بالاتصال ب 5 and then 6. اتمنى اوكي عفوا يعني it's noisy outside. اوكي هنا creation لفاريبل، هنا اعطينا زائد قيمة الفاريبل تساوي 5، هنا قام بذكر 5، هنا عمل creation لفاريبل اخرى عن طريق ادخال هذه الفاريبل زائد 1، وقلنا علشان انه يعني نعمل اي زائد او ناقص او الاخر بيتسمى expressions في الاستريكس بتكون عن طريق نضعها between يعني two square brackets، وهنا نضع ال expression الخاصة بنا هذه 1، ممكن زائد ناقص او ضرب او اي شيء، ممكن ضرب 3 مثلا. five and 15 يعني هي نجحنا. اوكي نتابع يعني سلايد علشان لا اخرج. اوكي تست هنا يقول لك يعني في اذر يعني فانكشنز اللي ممكن نستعملها
مثل functions يعني لين تعطيك length تاع أي variable. أوكي ممكن يعني say number هنا نقوم ب باستعمال هذه يعني الفونكشن هي يعني مو variable I think I'm pretty sure not I think هكذا هذه هنا هكذا syntax بتاعها هكذا وبعدين بنغلق هذه variable بتعطيك يعني كم طول ال I think ستقول يعني 2 يعني 2 هي 1 و 5 يعني 2 ممكن نكبر يعني الرقم هنا نضعها في 5 في 100 مثلا علشان نحصل على 3 اوكي لانها فيها 500 يعني 3 انا فقط يعني اوري لك بانه يعني it does exist يعني other يعني functions اللي ممكن تمانيبيوليت اكثر الفاريبلز بتاعك مثل يعني length مثل توجد ايضا time out في موجودين انت فقط يعني تبحث عنهم علشان يعني تطور اكثر يعني الكود بتاعك go to if اوكي الان يعني نواصل مع هذا اوكي فقط نلغي هذه نترك القيمة يعني ببساطة tell you what okay let's delete yes two lines okay الآن بدنا نعمل conditions عن طريق استعمال الفونكشن go to if هكذا السنتاكس بتاعها تساوي expression هي يعني ممكن يعني مو مبهمة انا اعطيك مثال يعني directly وان شاء الله راح نفهم go to if count تساوي 5 بنقول له ايه بنقول له لو هذه اوكي لو الكاونت تساوي لو if اوكي if count تساوي 5 اعمل هذا الشيء هي ليس اذهب الى هذا السطر لو count لا تساوي 5 يعني لا تساوي 5 اذهب الى هذا السطر بكل بساطة هذا ما يوجد ف يعني لو انت يعني درس programmation من قبل يعني لو لا تساوي هي لو if count تساوي 5 يعني هذه يعني هذه يعني الفونكشن بتقوم بارجاع رقم 1 لو يعني لا تساوي يعني 5 يعني هذه يعني false هذه تقوم بارجاع رقم 0 يعني لو انت مش فاهمه يعني مو مشكل فقط يعني علشان نسهل عليك expression بنقول if كما قلنا أي expression تكون between two square brackets لو نقول له لو ال variable count اللي هي تساوي 5 بنقول له if يعني ال variable count تساوي 5 نقطتين لو هذه ال variable تساوي 5 اذهب إلى السطر اللي اسمه W هكذا ولو هذه الـ variable لا تساوي 5 اذهب إلى السطر اللي اسمه no نسميه yes علشان يعني تتابع في واحد يقول لي مين السطر نقوم بعمل creation يا أخي يعني لا تتقلق ما تكون عصبي يعني play back يعني علشان نوضح لي أنفسنا بما أنه هذه يس بنقول تيتي مانكيز هكذا بس فين اليس نضع هنا يس هكذا وهنا نضع نو
عمار نو ونقوم بعمل play back ل tt wizards for example. هاي نجرب كيف تعمل، يعني هو سيبدأ execution من هنا، يقوم بعمل creation ل variable count بيعطيها 5، وهنا سيبدأ المقارنة go to if، يعني اذهب إلى إذا كان، سوي اذهب إلى هذا السطر إذا كان count يساوي 5، واذهب إلى هذا السطر اللي هو هذا إذا كان count لا يساوي 5. بكل بساطة هي زي كذا، يعني بما أنه هذه يعني 5 الكاونت تساوي 5، سيقوم به استبدال variable هنا بقيمته الأصلية 5 تساوي 5، إنه صحيحة سيقوم بعمل play ل tt monkeys. نجرب شاهد هنا أصبحت 1 كما قلت، لأنه لما يعني الإكسبريشن بتكون صحيحة هو يوصل قيمة 1 تساوي go to if 1 معناتها 1 تساوي معناتها صحيح اذهب، ممكن يعني نعمل ريبليسمنت لواحد اوكي علشان ما ادخل في يعني الديتيلز اوكي تيتي مانكيز. يعني يعني لو نغير قيمة هذه الفاريبل مثلا بنعطيها رقم 4 شو بيصير؟ بنعمل يعني مانيولي 4، يعني هنا سيصبح 4، هل 4 تساوي 5؟ لا خطأ، يقوم بإرجاع رقم 0، يعني لو خطأ بيذهب إلى نو، نو بترسله إلى نو، يعني سنستمع إلى صوت تيتي ويزرز. ليش يا عم؟ 0 اوكي، يعني الكونديشن هي كانت صحيحة بس هو لم يقفز الى السطر اللي اسمه نو. اوكي السنتكس اوكي انا فقط يعني اخطأت في السنتكس، هي علامة استفهام نقطتين يعني حتى هو اوكي اوكي، يعني فقط انا كنت مخطئ يعني في السنتكس، هي علامة استفهام اصبح اسهل اكثر، هل هذه صحيحة بيذهب هنا، هل هذه خاطئة بيذهب هنا، نقوم لو نقوم بارجاع رقم 5 سيقوم بعمل تيتي مانكيز تيتي مانكيز، بنرجعها الى 4 سيقوم بعمل اوكي، اتمنى ان يعني تكون واضحة اوكي هير يارو الاكسبريشن الموجودة يعني ممكن تساوي اوكي انا كاتبهم operators، يعني هنا تساوي اكبر ممكن اكبر او تساوي اصغر او تساوي لا تساوي هذه في يعني في اوكي، لو يعني بدنا نعمل كونديشن فيها 2 اكسبريشن في نفس الوقت، يعني هذه ممكن مو واضحة عشان كذا ممكن تحتاجها في المستقبل، علشان كذا انا اوريها لك. بنعمل فاريبل اسمها تيست تساوي 4 ايضا، لو بدي اقول له اذهب الى سطر ما اذا كانت هذه الفاريبل تساوي 4 وهذه الفاريبل تساوي 4، يعني 2 اكسبريشنز في نفس الوقت. اوكي تساوي 4 هكذا، كاونت تساوي 4 اند، يعني في اند او الاور، and test تساوي 4 اذهب الى السطر
هنشوف السنتكس. اوكي اتس كوركت، يعني conditions اثنين، هذه وهذه، يعني الاثنين يجب ان يكون صحيح. الكونديشنز اثنين يجب ان تكون صحيحة. اوكي عفوا، اوكي عفوا، يعني الوالدة فقط تسمت. اوكي قلنا بان هذه يعني and بتعني هذه الاكسبريشن يجب ان تكون صحيحة وهذه يجب ان تكون صحيحة. لو كانت or، هذه or الان، أو هذه or، يعني واحدة واحدة فقط، يعني هذه أو هذه يجب أن تكون صحيحة، يعني واحدة فقط. لو كانت and نجعلها and، يعني علشان ما أخربتكم، يعني and، يعني هذه وهذه يجب أن تساوي صحيحة. صحيحة معنى هذه تساوي واحد وهذه تساوي واحد. لو كانت صحيحة اعمل yes، لو كانت خاطئة اعمل no، يعني اذهب الى السطر اللي اسمه no او yes. نجرب. اوكي yes، count تساوي 4 وتساوي 4 اعطتنا يعني واحد. نجرب نجرب، يعني قلنا هذه and يعني الاثنين، لو واحدة هذه نضعها ثلاث، يعني شو بيصير؟ بيصير انه هذه ستعطيك واحد، هذه تعطيك صفر لانه خاطئة، وهذه واحد، يعني سيذهب and، يعني يجب ان يكون الاثنين يساوي واحد او صحيحة، سيذهب الى no، و no تعطيك play لي تيتي ويزرز. اوكي اتمنى يعني تكون مفتوحة في expression. لو بنجعلها or، or ستعمل لانه واحدة بنحتاج فقط واحدة بتكون صحيحة. واحد فقط لانه يعني مو، يعني مو تشوف هنا، يعني المقارنة تعطينا واحد لانها or. لو هذه نعطيها رقما خاطئا يعني تساوي 8 مثلا، سيقوم بالذهاب الى السطر اللي اسمه نو، صفر يعني خطأ. هذه الاكسبريشنز الممكن استعمالها. اوكي نعمل مثال فقط، يعني مثال عملي. بدنا عفوا بدنا نصنع يعني سيستم، يعني هكذا يقوم بالحساب الى حتى 10، يقوم بالحساب الى 10 وبعدين يقوم بانهاء المكالمة. اوكي اعيد، انا بدي اعمل يعني سيستم او يعني كود فيه يعني سي نمبر يبدأ يقول 1 2 3 4 حتى يصل الى 10 وبعدين يقوم بالغاء المكالمة. يلا انا بدك الان يعني تعمل بوز وتحاول وبعدين تشوف الحل. اوكي اعمل بوز، يلا اعمل بوز يا اخي. اوكي الان اوكي انا س يعني اوكي نبدا نحل يعني سوية. نقوم بعمل count تساوي مثلا 10، و في عدة طرق، يعني أنا مو يعني ما عندي طريقة الآن، أنا أحل وأفكر معك. نم تساوي 1، أنا أحاول أعطيه لك بسيط. نم تساوي 1. أوكي نعمل ديليت لهذه الأسطر. اوكي علشان تكون كلير. شو نعمل؟ سيم. اوكي بس. اوكي
اوكي هنا مثلا say number say number هكذا نعم انا اعطيك يعني الطريقة كيف يعني تفكر في الالغوريثم كول نجرب 300 وان هذه قالت فقط وان هذا يعني يقول لك خطأ علشان هذه يعني مو كملينا بس هو قال وان انا بدي اقول وان و تو و ثري و فور و فايف حتى رقم 10 بدي اقول حتى العشرة يعني شو بنعمل اوكي بسيطة اوكي نعمل go to go to no let's say set هنا بنقول له ان num يعني النمبر هذا اللي هو واحد شو يساوي يساوي نفسه هو نفسه زائد واحد يساوي نفسه زائد واحد ممكن نعمل كذا يانك بيس انا احاول فقط يعني ابسط قدر ما استطيع 1 and 1 انا عملت خطأ فادح قلت بانه لو بدي اضيف اي نمبر يجب ان استعمل الاكسبريشن واللي هي ما بين 2 square brackets يعني زي كذا لاني بدي اضيف نمبر اوكي 1 تساوي 2 اوكي انا عملت خطأ اخر معليش انا اتركها علشان تشوف الاخطاء اللي عملها انا بدي اغير قيمة الفاريبل وليس قيمة الفاريبل يعني اكتب اسم الفاريبل دايركتلي يعني كأني اعمل ديكلاريشن للفاريبل اوكي 2 انا حصلت على ما اريد يعني خطوة بخطوة انا هنا عندي 2 يعني لو بدي 3 يعني ساضيف بما انه الان هنا تساوي 2 يعني A يعني ساقوم بعمل يانك وبعدين بيست هنا واعمل يانك لهذه كابي يعني وبيست هنا اوكي 1 2 3 فهمتوا يعني يعني الباترن نحن نتبع الباترن يعني اوكي علشان فقط توضح هكذا مين يشوف يعني نمط هو نمط واحد انا دائما اضيف واحد يعني ممكن يعني انت يعني ممكن تكتب هنا حوالي 10 اسطر وبعدين تنهي المكالمة بس يعني هذا مو عملي يعني it's not professional يعني علشان تحسب الى 10 يجب ان تعمل حوالي يعني بسطرين هذه واحد وهذه اثنين يعني 20 سطر علشان فقط نحسب الى 10 يعني لو بقول لك احسب لي الى 100 يعني راح تعمل لي 200 سطر مو مستحيل يعني ممكن نلخص هذه في عدة اسطر ممكن ممكن نعم بنستعمل ايه الكونديشن اوكي بنقول ايه هنا يعني في يعني اللي تشرك اوكي اوكي يعني تخمم يعني لي الالغوريثم اوكي انا بدي يكرر نفسه يكرر نفسه 10 خطرات يعني 10 10 تايمز هو يكرر نفسه سيم ان نيكست اوكي جو تو اف if what if count
يعني قيمة الكاونت الآن أنا أحتاج القيمة تساوي أنا بدي تساوي يعني بدي أعمل expression okay between two square brackets هكذا بدي أقول له لما قيمة الكاونت بتكون أصغر أصغر أوكي أصغر هذه أصغر هذه أصغر من 10 نو أصغر من 0 ممكن تعكسها يعني أكبر من 10 أصغر من 0 أوكي كاونت الآن هل كاونت تساوي 10 أوكي أوكي نقوم بعمل هكذا بدي فقط يعني أوكي يعني أنا فقط قررت يعني أكتب معكم الكود وطريقة التفكير علشان أني تشاهد كيف فقط كما يعني أنت يعني تواجه مشاكل نحن كذلك يعني بنواجه مشاكل أوكي كاونت أصغر من الصفر كاونت تساوي 10 أوكي أنت استفهام بنقول له لو هذه يعني تساوي 10 يعني لا تساوي أصغر من 10 اذهب إلى هذا السطر اذهب إلى هنا ونقول له بنسموه yes علشان فقط إليكم yes لو لا تساوي yes اذهب إلى now now هنا no هاك نجرب اوكي go to 0 no اوكي الكونديشن اظن اني اعمل خطا عندي مشكل مع الاصغر والاكبر اوكي من يشاهد يعني نحن نجحنا في عمل الحساب بس يعني الكونديشن لم تتوقف يعني نحن نجحنا 1 2 شو واحد قالها just one time اوكي 1 2 نحن نجحنا هنا 1 هنا 2 وبدأ يصعد يعني شو بيعمل استغفر الله يعني هو هنا تساوي 2 بما انه هذه 1 هو اضاف لها 1 تساوي 2 وهنا قام بعمل هذه الفاريبل هنا وقارن هل هذه الفاريبل اصغر من 0 لا لان هذه الفاريبل تساوي 10 هل 10 اصغر من 0 طبعا خاطئه هو يعيد يذهب الى هنا يذهب الى هنا وبعدين يضيف 1 تصبح 3 يرجع الى هنا بيقارن هل 0 أصغر من 10 لا بيصعد إلى هنا ويضعي تساوي 4 وبعدين وينزل هل 10 من يلاحظ معي بأنه أين هو المشكل المشكل هو في 10 10 هي لا تتغير يعني شو المشكل يعني ممكن يعني ممكن نضيف هنا ونبدأ ننقص قيمة العشرة تصبح يعني كل 1 تايم تصبح هي 9 وبعدين تصبح 8 بعدين تصبح يعني نحن نلعب بالكونديشن 7 حتى تساوي 0 أصغر من 0 وتساوي ناقص 1 فهو سيقوم بالذهاب إلى هنا أتمنى أن نفهم إن شاء الله ست أوكي الفاريبل كاونت تساوي قلنا القيمة الفاريبل بدي اعمل expression كأني بدي انقص تساوي قيمة ال variable count itself ناقص 1 ال variable count هي كم تساوي تساوي 10 يعني 10 ناقص 1 تعطيك 9 وبعدين تصعد الى هنا وهي يعني هكذا
نحاول نجرب. إلفن. يعني فقط ممكن نغير يا إما هذه يعني أصغر من الواحد، أو ممكن هذه 9 نرجحها 10 فقط. هنا س بسم الله. أوكي عفوا. يعني نحن نجحنا في صناعة يعني يعني ألغوريثم بسيط يحسب حتى 10 وبعدين يلغي. أنا كان فقط يعني بدي أريك كيف نفكر وكيف نبدأ يعني ديكورتيكيتنج، يعني تجزئ الكود بتاعك وتستعمل الإكسبريشن وطريقة التفكير هذه يعني بعدة يعني أسطر. فقط قمنا بإنشاء لوب في يعني الفاريبل يعني الإكسبريشن أو يعني الفانكشن الأخيرة go to if time. هذه يعني بسيطة جدا، هي نفس الشيء يعني نفس الصيغة، اذهب الى وبعدين يقارن الاكسبريشن هل هي صحيحة ام خاطئة، ويذهب ينفذ السطر اللي انت بدك. في بق فقط هنا في go to if time هو يلعب في الوقت الموجود في السيرفر بتاع الحاسوب. هذا يعني هذا هو يعني وقت هو خاطئ لانه في السيرفر، هذا الفيرتشوال سيرفر. هذه السنتكس تاعها يعني تايم، هذا اكزامبل من 9 يعني من مونداي الى فرايداي. وهنا في يعني اي مانث في اي عام، هنا تقوم بادخال الاسطر تاعك يعني يس or no، انت سميهم زي ما بدك، بس انا فقط وبدك تفهم بانه yes يذهب no يذهب الى سطر اخر. اوكي هذه التايم يعني ممكن تعملها علشان تتحكم يعني تصنع هنا تقوم بكتابة يعني 2 من الاكواد باختلاف وتقول له يعني تقوم بصناعة ايضا 2 كونتكست واحدة بتسميها يعني في العمل وكونتكس اخرى تسميها في اوقات غير العمل، وتقارن يعني تقول go to if time يعني لو كان الوقت هو وقت عمل يذهب بيقوم بالاسكيوشن للكونتكس يعني الكود اللي موجود في الكونتكس بتاع working time، لو كان غير موجود يعني لو كان خطأ بيذهب execution لكونتكس اخرى مش في التايم. مثلا انت تعمل فقط بلاي باك لصوت بيقول له نحن نعتذر لانه يعني الشركة مغلقة او اي شيء اخر. يعني اتمنى انه كانت مفهومة، وشكرا لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.